أجندة سانتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في آخر أجندة سانتي لسنة 2021. نذكركم أنه أهم المواعيد الطبية والعلمية تلقاها معنا أون إكسكلوزيفيتي على راديو الحياة تفهم. واليوم حبيت نحكي لكم على لي جورني ديفير دو لا سوسيتي تونيزيان دو شيرجي أورتوبيديك يوركانيز سي جورني ديفير لو 14 و 15 جانفي 2022 بأحد النزل الخاصة بسوس. هذا ونذكركم أن البريزيدون دونور سسخا البروفيسور توفيق مولا والبريزيدون سسخا بروفيسور أغريجي مهدي جديدي والكوردينتور ce sera le professeur agrégé Mohamed Ali Khalifa. أكثر التفاصيل اللي عند description والديتاي تلقاهم على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص لي جورني ديفير اللي باش يكونوا لو 14 لو 15 جانفي 2022 بأحد النزل الخاصة بتونس بأحد النزل الخاصة بسوسة. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. أجندة سانتي.